بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء في عام دراسي جديد ودرس جديد من التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات الصف السادس. الوحدة الأولى تصميم المستندات، الدرس الأول خطوات تصميم مجلة، الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تعرف مدى تأثير الحواسيب على صحتنا، أن تعرف مدى تأثير بيئة العمل غير الملائمة، أن تستنتج التأثيرات الإيجابية والسلبية لاستخدام التكنولوجيا. الدرس الأول خطوات تصميم مجلة، الجزء الأول تأثير الحواسيب على صحتنا. عايزين نعرف إزاي الحواسيب أو استخدام الأجهزة الحواسيب سواء كمبيوتر سواء لابتوب سواء موبايل، كل دي بسميها حواسيب، مش شرط بس بتكلم عن الحاسوب أو الكمبيوتر، إزاي هي بتأثر على صحتنا بشكل عام. أول حاجة، الاستخدام المفرط للحواسيب يؤدي إلى مشاكل مثل الإجهاد البدني، ألم الظهر، قلة النوم، ضعف التركيز والانتباه، الصداع، إصابة العينين بالإجهاد. لذا يوصي بأخذ استراحات قصيرة ومتكررة أثناء استخدام الحاسوب. لو أنا مثلا بستخدم الحاسوب خلال ساعة في اليوم، يبقى كل تلت ساعة بالظبط، يعني كل 20 دقيقة بالظبط لازم أخد استراحة قصيرة وبعد كده أرجع تاني أكمل، حفاظا على صحتي من أي مشاكل صحية ممكن أتعرض لها. تاني حاجة، مضاعفات النظر بسبب الحاسوب. طبعا لو هو الحاسوب قريب مني قوي بطريقة غير معتادة، أو لو أنا مزودة الإضاءة قوي بتاعة الجهاز اللي أنا بستخدمه، ده بيسبب لي إعياء في النظر، والمشكلة دي بسميها مشكلة أو متلازمة اعتلال النظر بسبب الحاسوب. فمن الأفضل طبعا إن احنا ما نفضلش نبص للحاسوب أو الشاشة بتاعت الحاسوب بتاعتنا لفترة طويلة علشان ما تسببش للمشكلة الصحية دي. طبعا ده هيسبب لي إجهاد في العين والنظر، وبعد كده مش هيبقى نظري كويس، وهحتاج إن أنا ألبس نظارة أو أحتاج إن أنا أتعالج من الموضوع ده، وده طبعا احنا عايزين نكون في غنى عن الموضوع ده. يبقى لازم يكون في مسافة بيني وبين الجهاز اللي أنا بستخدمه إلى حد ما مناسب. ترى العين السليمة الأشياء من مسافة 6 أمتار، وأي عمل يتطلب التركيز من مسافة أقرب من ذلك يتطلب جهدا إضافيا. يعني العادي بتاعنا إن عينينا تشوف الحاجة على بعد 6 متر، فلو قربت الحاجة منها قوي فده بيزود جهد على عضلات العين بتاعتي، علشان كده بيسبب لي إجهاد في العين. يبقى ده أول هدف، عرفنا إزاي الحواسيب بتأثر على الصحة وعلى النظر بشكل عام. طيب تاني هدف، عايزين نعرف إزاي استخدام الحواسيب ده بيأثر لي على بيئة العمل، أو إزاي بيئة العمل بتأثر لي على استخدام الحاسوب. يعني إيه؟ مثلا لو أنا بشتغل بحكم وظيفتي بشتغل على الكمبيوتر بتاعي كتير، فدي بيئة عمل، العمل بتاعي كله معتمد على ان انا استخدم الاجهزة دي، فطبعا هبقى عندي وقت طويل جدا بقضيه على الاجهزة دي، وده هيعود عليا بتأثير سلبي زي ما قلنا، مشاكل صحية ومشاكل بالعين. فكده البيئة العمل بتأثر بشكل كبير طبعا على الصحة وعلى اجهاد العينين زي ما اتفقنا. طب ايه المشاكل اللي ممكن تسببها بيئة العمل غير الملائمة؟ الإصابات بسبب وضعيات الجلوس طبعا، لأن احنا بنقعد فترات طويلة جدا على الأجهزة دي، آلام الظهر والركبة، الصداع، آلام الأكتاف واليدين، تفاقم مشاكل المفاصل والأربطة، نوبات الصرع الناتجة عن الحساسية للضوء المفرط، وذلك يسبب اللمعان والتغير المستمر في الإضاءة. تمام، يبقى احنا كده الهدف الثاني فهمنا
إزاي بتأثر بيئة العمل غير الملائمة على الصحة بشكل عام. الهدف الثالث إن احنا ندي أمثلة أو نعرف إيه الفرق أو نقارن بين التأثيرات الإيجابية والتأثيرات السلبية. أي حاجة موجودة في الحياة ليها تأثيرات إيجابية ليها تأثيرات سلبية. هنطبق ده على استخدام التكنولوجيا. أول حاجة التأثيرات الإيجابية. الإيجابية إن هي بتوفر أدوات للتواصل مع الناس تتجاوز حدود الدول، يعني مثلا لو أنا موجودة في دولة وأهلي موجودين في دولة تانية بقدر أتواصل معهم من خلال التكنولوجيا، من خلال الإنترنت، بقدر أكلمهم أو أشوفهم من خلال الكاميرات، فدي حاجة كويسة بالنسبة لي. تاني حاجة توفير الكثير من مصادر المعلومات والتعليم والتعلم. لو أنا محتاجة أي معلومة عن أي مادة أو أي حاجة في الحياة أنا محتاجة أعرفها أو أفهمها هلاقي المعلومة دي موجودة على الإنترنت، يبقى دي حاجة مفيدة جدا من غير مثلا ما أعمل مجهود كبير إن أنا أقرأ كتب أو أروح مكتبة أفضل أدور على كتب علشان أقدر ألاقي معلومة واحدة بس. لأ، أنا عندي الإنترنت أقدر أجيب من عليه أي معلومة أنا محتاجاها في أي وقت وبأقل مجهود وبأقل وقت. تمام، دي برضو حاجة إيجابية حلوة جدا. إيه تاني؟ تقديم الخدمات الطبية عن بعد مما قد يمكن من إنقاذ الأرواح في المناطق النائية. لو أنا دلوقتي مثلا إحنا لو شفنا دلوقتي إحنا علشان موضوع الكورونا أنا لو عندي موعد مع الطبيب مثلا في المركز إيه اللي بيحصل؟ الطبيب بيتصل بيا من خلال مكالمة هاتفية وبحكي له ايه المشاكل اللي عندي وبالتالي هو بيوصف لي العلاج للمشاكل دي. دي حاجة كويسة. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا لو في حد في مكان بعيد قوي مش قادرين نوصل له والشخص ده محتاج مساعدة طبية، مثلا لا قدر الله عمل حادث او مثلا وقع من مكان عالي، فممكن حد لو حد معاه او لو حد لقى الشخص ده يتواصل من خلال الانترنت مع طبيب والطبيب يقول له ايه الخطوات اللي انت تعملها علشان يقدر ينقذ الشخص ده. دي برضو حاجة ايجابية جدا. ايه كمان؟ الروبوتات تقلل تكلفة عمليات التصنيع. عندنا روبوت، لو انا لو تعرفوا يعني استخدام الروبوتات بعد كده ان شاء الله هنتعرض ليه او احنا تعرضنا ليه كمان السنة اللي فاتت، لما احنا كنا بنقول ان انا بستخدم الروبوت علشان في المصانع علشان ينقل لي مثلا او يعرف يرفع اشياء ثقيلة الانسان ما يقدرش ان هو يرفعها، دي برضو حاجة مهمة جدا. وكمان مش هضطر ان انا اجيب عمال او اجيب اشخاص تانية علشان وادفع لهم فلوس كل مرة هينقلوا لي الحاجة دي، لا يعني هجيب روبوت ويكون عندي وده هيوفر لي طبعا ايه تكلفة. يبقى دي التأثيرات الإيجابية. ودايما يا بنات نحاول ان احنا ناخد الجزء الإيجابي من كل حاجة. يعني انا دلوقتي عندي الانترنت ما استخدمهوش في طريقة سلبية، ما استخدمهوش ان انا استخدمه للألعاب وبس، ما استخدمهوش ان انا مثلا استخدمه علشان اضر حد، لا انا بحاول اشوف ايه المفيد بالنسبة لي واستخدمه. استخدمه في ان انا الاقي معلومات اقدر اتواصل مع ناس مش قادره اتواصل معاها وهكذا. ايه بقى التاثيرات السلبيه؟ زي ما احنا بدانا الدرس عندنا طبعا مشاكل صحيه بسبب الاستخدام المفرط. يعني انا ينفع استخدمه بس بطريقه تخليه ايجابيه؟ ايوه طبعا. يعني بدل ما بستخدمه مثلا ساعتين ثلاثه في اليوم، لا انا هستخدمه ساعه واحده بس علشان الاستخدام بتاعي ما يكونش مفرط وده يسبب لي مشاكل صحية. مشاكل الخصوصية، طبعا في ناس كتير دلوقتي بتقدر تخترق المشاكل الخصوصية لناس تانية، ممكن يقدروا يجيبوا صور عنهم أو محادثات أو عنوانهم أو، فكل الحاجات دي طبعا سلبية. الانطواء وفقدان التواصل مع الأصدقاء. طبعا احنا لو عندنا صديق مثلا في مكان ممكن يكون قريب مني وهو مريض، فانا بدل ما اروح ازوره لا انا ممكن اكلمه اطمن عليه وخلاص، فده طبعا قلل التواصل. لو احنا اصدقاء قاعدين في مجموعه مع بعض مثلا في مكان وكل واحده معاها موبايل، بنلاقي ان كل شخص ماسك الموبايل بتاعه وبيتفرج على الموبايل، وده طبعا عم قلل التواصل ما بيننا، مفيش تواصل، احنا مش بنلعب، احنا كل اللي احنا بنعمله
ان احنا قاعدين بنتفرج بس على الموبايل، ده طبعا قلل التواصل ما بيننا، ودي مشكلة كبيرة جدا تعمل تأثير على المجتمع، تأثيري على التواصل مع المجتمع. وجود الكثير من المعلومات غير الموثوقة على شبكة الإنترنت، زي ما في معلومات كتير جدا، المعلومات دي ممكن تكون فيها معلومات كتيرة جدا خاطئة غير صحيحة، علشان كده لازم ندور في مكان صح عن المعلومات اللي احنا بنحتاجها. تمام كده احنا خلصنا الجزء الأول من الدرس، يا رب نكون غطينا الدرس والأهداف، عرفنا ازاي نقارن بين التأثيرات الإيجابية والسلبية، وأشوفكم في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.